اول حاجه بيه خالص تعازي لاسرته وبقاء الله. نحب نتكلم شويه عن نبذه متسقه عن البحار، انا حضرتها في الخمس دقايق قبل الهواء على طول. يلا طبعا ملابسات دكتور ابراهيم ربنا يرحمه، يعني مش عارف هو كان عنده ايه بالظبط، لكن كان يبدو فيه الاكتئاب الشديد قوي، يبدو ان هو كان فيه العلاج غير كافي شويه. فاسباب الانتحار بصوره عامه، وقبل ما اقول الاسباب بس عايز اقول ان احنا ازاي نمنعه، عشان في الاعلام ساعات بيروج لبعض الحاجات. في اعلاميين كتير بيتكلموا عن الاستروكس تحديدا، كل الاعلاميين تقريبا زاد قوي استخدامه. فساعات الكلام عن بعض الحاجات وخاصه الامراض او الادمان النفسيه بيزود الموضوع اكتر شويه. فاول حاجه نخاطب وزاره الصحه ان يكون في هناك هوت لاين او خط ساخن للانتحار، اذا كان في يتم تفعيله، اذا ما كانش في نعمله، علشان اللي عنده اي ميول انتحاريه او افكار انتحاريه يتكلم في التليفون، نروح له عربيه اسعاف وننقذه وندخله مستشفى نفسيه، لان الانتحار حاجه ممكن منعها يعني. ومعظم الناس في مصر تحديدا ساعات بيفكروا في الموضوع ده يعني. ولكن اللي بيمنعنا يمكن الوازع الديني، اللي بيمنعنا ان الانتحار بيبقى مخالف لتعليم ربنا، فعشان كده ناس بتتمنع شويه. لكن في بعض الامراض بيبقى فيها الموضوع صعب شويه وبيكون فيها مقدمات كمان، يعني دايما باقي هنتحر ده بيسيب، بيبقى كلامه طبعا عن الياس ولا عدم الامل، وبيبقى فيه قناص وبيكون بيعاني من الاكتئاب او من الفصام، واكتئاب شديد مش اكتئاب عادي يعني، عشان تبقى عارفه تقول بس مش اي اكتئاب هيؤدي قطع، مش اي اكتئاب بيؤدي كده. لكن دايما حتى بوجه الكلام بتاعي للاطباء النفسيين بصوره عامه، صغيرين وكبار واساتذه كمان، احنا دايما بنسال هم علموني كده يعني، رحمه الله علمنا احنا نقدم على الاثار التحريريه، اللي هي طريقه سؤال بنسالها مش مباشره يعني، لكن هي طريقه سؤال لازم نسالها. لان في بعض الشخصيات كمان بتميل الى كده، احنا قلنا مرض الاكتئاب الشديد مش الاكتئاب العادي، الاكتئاب الشديد اللي احنا قلنا قبل كده اتكلمت عليه في اول حلقه، اللي هي اعراض شديده جدا، تسع اعراض، ما بينامش ما بياكلش، اعراض شديده جدا جدا بتؤخر الافكار الانتحار، ثم ان هو يرتكب انتحار بالفعل يعني. في مرض تاني بقى الفصام، الفصام ساعات مصد احنا قلنا فيها هلاوس سمعيه، فبيسمع اصوات تقول له روح اعمل كذا، اللي هي كوماندنج هالوسينيشنز، اصوات بتقول له روح انت، فبيقدم على الانتحار. السبب الثالث هو ادمان الكحوليات، وادمان بسرعه ما يعني، ده بيزود الاندفاعيه، الاندفاعيه الامبولسيفنس، او الواحد بيعمل حاجه من غير ما يفكر في عواقبها. ثلاث حاجات مهمين قوي بيؤدوا لكده. بعض الشخصيات بتبقى اكتر شويه، الشخصيه البوردر لاين او الشخصيه الحديه دي بيبقى عندها بتبقى يعني سيلف ميتينج او بتبتزي نفسها، ضمنها ممكن يكون كده. الحاجه الثانيه لما حد يتكلم عن موضوع الانتحار ما ياخدهاش نقول لا ده بيقول كده وخلاص، لا، الانتحار له علاج ودخول المستشفى النفسي فورا. انا بعمل كده، اي حد بيتكلم في الموضوع ده بكلم اسرته واقول له ان احنا هناخد الاستاذ كذا او الاستاذه كذا الى المستشفى للعلاج لحمايته من نفسه يعني. سواء في طبعا طرق عاديه بيجي هو بنفسه، او في طرق ثانيه بنجيبها بنجيبه من ايه بشكل اقناع، فاللي هو له منع يعني. الاكتئاب مش لازم يؤدي الى كده خالص للانتحار، والانتحار له اسباب ممكن منعها عن طريق الخط الساخن، عن طريق تشخيص مبكر لاي مرض نفسي بيجي لنا، منها اكتئاب الفصام، وان احنا بنبقى فيه دايما اي حد عنده دايره من الناس، الاسره والجيران والاقارب، بيحاولوا يساعدوا هذا الشخص عشان يروح للطبيب النفسي بسرعه والمستشفى النفسي عشان يتحجز فيها يعني. الكون ان هو طبيب نفساني، وطبيب نفسي دي مش كلمه لغويه مش صح، لان هو طبيب امراض نفسيه، نفسي بتاع نفسنا يعني، زي رئيس جمهوريه نفسي يعني، لا هي طبيب نفساني مش نفسي. طبيب نفساني هو انسان في الاول وفي الاخر، ممكن طبعا يصاب بالاحباطات والاكتئاب والقلق يعني، زي بقيه الناس يعني، ممكن يصاب بالسكر والضغط عادي، دكتور عادي يعني. بس انا ساعات حتى لما بيجي لي دور برد ما بحبش ابين في اللعيبه انا عندي برد للناس، لان الناس بتقول لك ان الدكتور عندك برد ازاي، ما اعرفش يعني، ما بحبش اكح برده يعني، ربنا يستر ما اكحش دلوقتي. فالانسان عادي ممكن يجي له طبعا بعض الاحباطات كتير قوي، وخصوصا في الايام دي، ولكن بقاومها يعني بالدراسه بتاعتي، احنا دارسين طبعا ازاي الواحد يبقى عنده الريزيلنس كويسه قوي، ازاي يبقى عنده سبورت، ازاي يبقى عنده الدعم، ازاي ممكن يصلي، ازاي ممكن يتجه لزمايلي يعني. انا لو كان عندي اي افكار زي كده مفيش اي مشكله خالص، اكلم حد من اساتذتي اقول له انا هاجي عندك المستشفى، في مستشفى كده في طريق اسماعيليه حلوه شويه، اروح اقعد فيها شهر او حاجه، مفيش اي مشكله خالص يعني. يعني انا شايف ان ده مفيش اي حرج ولا اي حاجه، الواحد بيروح يتجه للطبيب النفسي زميله، طبعا مش من نفسه اكيد يعني. ده بالنسبه للترند الاول في الفيسبوك. كان في حاجه ثانيه برضو لفت نظري في الاسبوع اللي